الرسول يوقف على طرف الصراط، ما خلانا، ما قال خلاص الحساب بدأ أنا بوقف وكل واحد يأخذ جزاء. الرسول يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم أمتي، اللهم أمتي. ثم يمر الناس يشوفهم النبي، اللهم سلم، اللهم سلم، لين يمرون. إذا طلعوا واطمأن أن الناس مشوا على الصراط، راح للطرف الثاني اللي هو الطرف اللي عند باب الجنة، فتفتح أبواب الجنة ويبدأ الرسول يدخلنا واحد واحد، ياخذك يا إبراهيم ويا محمد ويا فهد ويا خالد ويا منيرة، ويمسكك حتى يهديك ويدخلك إلى قصرك. اللهم لا تحرمنا من هذا الموقف يا رب العالمين. هذا مشهد عظيم. طيب خلاص، طيب دخلنا الجنة، تينا لا. فينظر النبي فيقول إن من أمتي من أدخله الله النار، فينظر النبي فيقول إن من أمتي من أدخله الله النار. يا رسول الله، حتى أهل النار، حتى الذين عصوا؟ إن من أمتي من أدخله الله النار، وإني سأشفع عند ربي حتى يرحمهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأذهب تحت عرشه وأسجد وأقول يا رب إن من أمتي من أدخلته النار، اللهم إني أستشفعك فيهم. فيقول النبي، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا، يعني حدد لي عدد، ويقول اذهب وأخرجهم من النار. يقول فآتي وأحد الحد وأخرج من أمتي من أخرجهم. ثم يقول أدخلهم الجنة ويبقى عدد، فأشفع مرة ثانية فيحد لي حد فأخرجهم وأدخلهم الجنة. يقول أربع مرات. يقول فأستحي من ربي وأسجد مرة خامسة فأقول يا رب إن من أمتي من أدخلته النار. فيقول الله يا محمد ارفع رأسك واذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا إله إلا الله. يقول فآتي وأخرج منهم. ثم أذهب المرة السادسة فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة. يقول فأذهب حتى يقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. يقول فأخرج ما شاء الله من أمتي حتى يدخلون الجنة. ثم إذا أردت الدخول خلاص يا رب إنه من أمتي، فيقول الله له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. أحدث يعني غير، بدل، أبدع، يعني بدعة، ابتدع. قالوا سحقا سحقا، فيؤخذ إلى النار. هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.